Major floor loadings in a shop are caused by the weights of the object shown. Each force acts through its respective center of gravity G. Locate the center of gravity X and Y of all these components using the following steps. خطوة الأولى, break the composite into suitable segments and calculate center of gravity for each segment. يعني هكتب الماسس واكتب ال X وال Y for each segment. Create a table for calculation of center of gravity incorporating relevant data. Use appropriate formula for calculating of the X and Y center of gravity. دول وبعدين في كلام نظري. طب احنا عندنا ماس 2 3 4 او ويت 2 3 4, فاقول كده سيريال نمبر واحط واحد او الويت الاولاني, الويت الثاني, الويت الثالث, الويت الرابع. احنا بقى احنا عملنا تقسيم للاربعة لودينجز اللي موجودين على السلاب. عندنا الويت بالباوند, الأول 550 والثاني 1850, الثالث 600 والأخير 250. الإكس والواي لكل لود, الأول 4 مع 7 والثاني اللي هو ده 4 و9 13, 13 مع 16, الثالث 19 مع 2, الرابع 22 مع 7. نضرب الويت في الاكس والويت في الواي, 550 في 4 2200 وفي 7 3850, 1850 في 13 24 0 في 16 على 13 عشان اجيب الواي 29600, 600 في 19 11400, وهنا 1200, 250 في 22 5500, وهنا 1750. نجمع 5500 زائد 11400 مع 24050 مع 2200, اداني على بعض 43150, بينما هنا 3850. لو دي دنانير ولا شيء او دولارات حتى 29600 بس يفضلوا يخلوني نحل مسائل وبتاع. طب كل لما واحد يحل حاجة يدوله مبلغ 36400. كمان هنا نجمع الويتس 550 1850 600 و250 3250. فاضل نجيب الاكس بار والواي بار. المتوقع مثلا يطلع مثلا كل ده كام جمالي 22, يطلع في النص ورايح يمين شويه 11, لا مثلا يبقى 14 ولا شيء, وهنا كله على بعض الويت برضو رايح ورا شوية ف16, يعني اكتر برضو من النص لان ربما هناك اكتر شوية 1850, فمثلا 10 او شيء. عامة اكس بار هتساوي واي بار هتساوي, هنقسم 43150 على 3250, يطلع كده فيت, وهنا هنقسم 36400 طبعا سيجما الويت في الواي لكل عنصر على سيجما الويت هو 3250, يطلع برضو كده فيت. الرقم ده
43,150 تقسيم الأنسر، وطلع 13.3 تقريبا، يعني أكتر من النص شوية، كان النص 11 أكتر منه شوية، وبرضو هنا 16 المفروض يطلع أكتر منه شوية، 36,400 تقسيم 3,250 طلع 11.2، برضو أكتر من النص.